إن شاء الله درس اليوم سيكون شرح للباترون المبسط الإنجليزي الذي قمت سابقا في شرحه في قناتي الثانية، وهنا سأقوم بشرح بمقاس الحقيقي. في الباترون الإنجليزي يوجد الباترون، هنا صفر زيادة، هنا 2 سنتيم، وهنا 4 سنتيمات. الباترون الأول سيكون صفر زيادة أو توسعة، وهو خاص بالملابس المطاطية. أولا نقوم برسم زاوية قائمة، النقطة صفر. سأقوم بأخذ المقاسات من هذا الجدول، وهو عبارة عن مقياسين في مقاس واحد، أي المقياس M مثلا هو عبارة عن المقاس 38 و40. لتحديد النقطة واحد سنقوم بوضع قيمة طول الظهر، بالنسبة لي 41، ثم نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. ثم نقوم بتحديد ابتداء من النقطة 1 طول الأوراق، وتحديد النقطة 2، ونقوم برسم زاوية قائمة. كما ذكرت هذا الباترون بدون أي توسعة. هنا سنقوم بوضع قيمة طول الإبط تماما كما هي في الجدول. خط الإبط هنا النقطة 2، هذا الخط الإبط، هنا خط الخصر وخط الأوراق. هذه المسافة سأقوم بتقسيمها على 2 وتحديد خط عرض الظهر. النقطة 4، المسافة 0.4 سأقوم أيضا بتقسيمها إلى 4 أجزاء متساوية، واختيار هذا الخط، هنا خط متقطع، ورسم خط يشكل زاوية قائمة. هذه الخط يشكل لي ميلان الكتف. هنا سأقوم بأخذ محيط الرقبة تقسيم 5، ابتداء من هذه النقطة سنقوم بالصعود بسنتيم واحد، ونقوم برسم شكل الرقبة الخاصة في الخلف. الآن سنقوم بتحديد عرض الظهر تقسيم 2، ووضع الناتج، ثم نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. النقطة 8، وهنا النقطة 9، وهنا النقطة 10. من النقطة 10 سأقوم بتحديد 0.5، ثم أقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم. هنا أتأكد من قيمة الكتف إذا كانت مساوية لقيمة الكتف الخاص بي، وهي أيضا نفس القيمة، ثم أقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم. على خط الإبط سأقوم بأخذ محيط الصدر تقسيم 4، وأقوم بوضع القيمة. في الباترون الإنجليزي نقوم فقط باستعمال محيط الصدر، ستكون نفس القيمة على الخصر وأيضا على الأوراق. ثم أقوم برسم حردة الإبط. وهذا هو الشكل النهائي. لاحظوا معي
القيم هنا متساوية بالنسبة للرقبة الخاصة في الأمام. محيط الرقبة تقسيم 5، ثم نقوم بحذف 1.5 ونقوم بتحديد القيمة، ثم نقوم برسم شكل الرقبة. هذا الباترون هو خاص في الأمام والخلف، وهو باترون مبسط. هذا النوع لم نقوم بإضافة أي قيمة، أي نقوم بتحديد زائد 0 سنتيم، وهو خاص بالملابس المطاطية. الآن راح أقوم برسم الكم. دائما نقوم برسم زاوية قائمة وتحديد النقطة 0. الآن سأقوم بحساب هذه المسافة، ثم سأضيف عليها سنتيم واحد، وأقوم بتحديدها بهذا الشكل. ثم أقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. الآن نقوم بتحديد طول الكم من الجدول، ثم نقوم بإضافة 2 سنتيم على الطول الكلي. طبعا المقاسات كما ذكرت كلها من الجدول. ثم نقوم بتحديد خط يشكل زاوية قائمة. الآن سأقوم بحساب هذه المسافة بهذا الشكل. بالنسبة للقيمة التي وجدتها سنضيف عليها سنتيم ونصف، ثم نقوم بتعيينها على الكم بهذا الشكل. ثم نقوم برسم خط مستقيم. هذا الخط نقوم بالتقسيم إلى 3 أجزاء متساوية. فلنقل أني وجدت 21، نضع هنا قيمة الجزئين أي 14. كما تلاحظون هنا المسافة مساوية لهذه المسافة. هنا نقوم بالتقسيم إلى 3 أجزاء. هنا في المنتصف أقوم بتحديد 0.6، وهنا أقوم بالصعود ب 1.75، ثم نقوم بإيصال النقط بشكل منحنى. وهنا كما ذكرت هذه المسافة نقوم بتقسيمها إلى 3 أجزاء متساوية، وأقوم باختيار هذين الجزئين لتحديد محيط الإسوارة، ثم أقوم بإيصال هذه النقطة بخط مستقيم بهذا الشكل. وهذا هو شكل الكم النهائي. هنا أيضا زائد 0 سنتيم، أي لم نقوم بأي زيادة في الباترون.
هذا الباترون هو خاص بالملابس المطاطية. بالنسبة للباترون الموالي ستكون قيمة التوسعة 2 سنتيم. دائما نقوم برسم زاوية قائمة وتحديد النقطة 0. سنقوم بتحديد نفس قيمة طول الظهر وكذلك نفس قيمة طول الأوراك. هنا سنقوم بتحديد خط الإبط، هو طول الإبط زائد سنتيم واحد. ثم نقوم بتقسيم هذه المسافة في المنتصف لتحديد عرض الظهر. ونقوم أيضا بتقسيم هذه المسافة إلى 4 أجزاء متساوية لتحديد خط ميلان الكتف. محيط الرقبة تقسيم 5، سنضيف عليها 0.25. ثم سنقوم بالصعود بسنتيم واحد ورسم شكل الرقبة الخاصة في الخلف. هنا سنقوم بتحديد نصف عرض الظهر ثم نقوم بإضافة نصف سنتيم. ثم نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. ابتداء من هذه النقطة سنقوم بتحديد نصف سنتيم. ثم نقوم بإيصال النقطتين ورسم خط الكتف. هنا قيمة الزيادة بين الباترونين وهي نصف سنتيم. محيط الصدر تقسيم 4، ثم سنضيف 2 سنتيم أي نفس هذه القيمة، وأقوم بإضافة 2 سنتيم عليها. نفس القيمة على مستوى الصدر وأيضا على مستوى خط الخصر وخط الأوراك. وهنا نقوم برسم حردة الإبط. وهذا هو الشكل النهائي. هذا الباترون قيمة الأريحية هي 2 سنتيم، أي أننا سنقوم باستعمال هذا الباترون في الملابس المريحة والمنزلية والرياضية. هنا سأقوم بتحديد الرقبة وهي نفس القيمة للباترون السابق.
وهنا مقارنة بين البطخونين، وهنا قيمة الزيادة والأريحية. الآن سنقوم برسم الكم. دائما نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة وتحديد النقطة صفر. نقوم بحساب هذه المسافة ونضيف عليها سنتيم واحد. نقوم بتحديدها بهذا الشكل لتعطينا رأس الكم، ثم نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. لتحديد الطول الكلي هو طول الكم زائد 3 سنتيمات. هنا بالنسبة لي سأقوم بأخذ نفس القيمة وأضيف فقط سنتيم واحد على هذا الكم. لاحظوا معي اختلاف قيمة رأس الكم في هذين البطخونين. ثم أقوم بحساب هذه المسافة، هنا سأضيف 2 سنتيم على هذه القيمة. ثم نقوم بتحديدها بهذا الشكل. نقوم بتقسيم هذه المسافة إلى 3 أجزاء متساوية. هذه القيمة ستكون هي محيط الإسوارة. أقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم، ثم أقوم بالتقسيم إلى 3 أجزاء متساوية. هنا سأقوم بالنزول ب 0.6، ابتداء من هذه النقطة سأقوم بالصعود ب 1.75، ثم نقوم برسم منحنى الكم. هذا الكم بأريحية 2 سنتيم، وهنا المقارنة بين الكمين. لاحظوا معي رأس الكم وقيمة الاتساع هي سنتيم واحد. بالنسبة للباترون الأخير دائما نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. هنا قيمة الأريحية هي 4.5. هذا النوع من الباترونات هو خاص بالملابس الواسعة والمريحة جدا، أي العبايات والجاكيت أو أي لباس واسع ومريح. طول الظهر وطول الأوراك هي نفس القيمة. لتحديد حردة الإبط هنا الباترون 0 زيادة أو 0 توسيع. هذه المسافة سنضيف عليها 4.5 ونقوم بتحديدها بهذا الشكل، ثم نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة.
لتحديد عرض الظهر سنقوم بتقسيم هذه المسافة على 2. لتحديد ميلان الكتف سنقوم بتقسيم هذه المسافة إلى 4 أجزاء متساوية، وهذا هو خط ميلان الكتف. محيط الرقبة تقسيم 5، ثم نضيف على القيمة 1 سنتيم. ثم نقوم بالصعود بسنتيم واحد ونقوم برسم الرقبة الخاصة في الخلف. عرض الظهر تقسيم 2، قيمة الأريحية ستكون 3.5. ثم نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. بالنسبة للكتف نقوم بتحديد 1 سنتيم، ثم أقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم، وهذا هو طول الكتف. لاحظوا معي قيمة الأريحية في الباترون، هنا قمنا بإضافة أو قيمة الأريحية هي 4.5. محيط الصدر تقسيم 4، أي هذه القيمة، ثم سنضيف عليها 4.5 ونقوم بتعيينها بهذا الشكل. ثم نقوم بإيصال النقط ورسم حردة الإبط. نفس قيمة الصدر هي قيمة الخصر وقيمة الأوراك. لتحديد الرقبة الخاصة في الأمام هي محيط الرقبة تقسيم 5، ثم نقوم بحذف 0.5 سنتيم ونقوم برسم شكل الرقبة. هنا مقارنة بين هذه الباترونات، هنا قيمة التوسعة 2 سنتيم وهنا التوسعة 0 سنتيم. هذه الباترونات الأساسية الخاصة بالباترون الإنجليزي. الآن سنقوم باستخراج الكم. دائما نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة وتحديد النقطة 0. الآن سأقوم بحساب هذه المسافة وأضيف عليها 1 سنتيم. الآن سأقوم بحساب هذه المسافة بهذا الشكل وأضيف عليها 2 سنتيم. نقوم بتحديدها بهذا الشكل على الكم. ثم أقوم بتقسيم هذه المسافة إلى 3 أجزاء متساوية ونقوم برسم الكم، أي نفس القيم السابقة. هنا نقوم بالصعود ب 1.75 وهنا نقوم بالنزول ب 0.6.
هذه المسافة نقوم بتقسيمها إلى 3 أجزاء متساوية. نقوم بأخذ هذه القيمة أي الثلثين ويكون هو محيط الإسوارة، ثم نقوم بإيصال النقطتين بخط مستقيم، وهذا هو شكل الكم النهائي. وهنا الكم قيمة الأريحية هي 4.5 سنتيم. وهنا مقارنة للكم مع 2 سنتيم وهنا مع 0 سنتيم. وهنا أقوم بتثبيت كلكم مع القطعة الأساسية حتى نقوم باستعمال هذه الباترونات في تفصيل الموديلات. هذه الباترونات كلها هي خاصة بالمقاس M أو المقاس 38-40، لأن هنا قمنا باستعمال جدول خاص بمقياسين في مقاس واحد.